صلى على الحبيب، الصلاة على النبي يا غاوي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. النهاردة أنا هفرجكم الدجاج الشامو، شامو عملاق، لأن في ناس بتتلخبط ما بين الدجاج الشامو والدجاج الكوشامو، مع إن في فرق كبير جدا. الدجاج الكوشامو يا جماعة ده دجاج يعني صغير في الحجم، يعني قد كفة الإيد كده. لان الاقي ناس تكلمني تقول لي يا مملكه انا عايز كوشامو، في حاجه اسمها اوشامو، فاهمني؟ يعني في حاجه اسمها اوشامو تلتين. ايوه انا معاك، في حاجه اسمها اوشامو تلتين، لكن مفيش حاجه اسمها شامو او كوشامو. كوشامو قزم، اوشامو تلتين، شامو شامو يعني عملاق، تمام؟ الديك ده بيجرنص يعني بيغير ريش، الناس اللي في السعودية عارفة يعني ايه بيجرنص، والناس اللي في مصر يعني بيغير ريش قالش، تمام، او بيبدل ريش على ما بتسمي. فبالصلاة على النبي حاجة جميلة جدا، ربنا يبارك للجميع. حبيت افرجهولكم كده، جوكر جوكر ومع الناس بتوعه، ان شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب، ربنا يطرح فيهم البركة. حاجة جميلة جدا ما شاء الله، ديك على السلة، اللهم صل على النبي، الله يبارك لك يا غاوي. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله، ممكن انا ارجع كده شوية اهو. ربنا يبارك للجماعة يا رب، ما شاء الله. طبعا البط ربنا يبارك فيهم يا رب، ده معاد مروحهم. الديك الباكستاني اهو كلكم عارفينه، الديك الشامو جوكر ومعاه الاتنين اناس بتوعه، ما شاء الله، حاجة من النوادر. مستواهم حلو جدا يا غاويين المملكة على فكرة، حاجة تحفة. عينين بيضا شمع الديك، مع ان اصلا الشامو عامة عينين برتقاني او اي لون زي الاناث كده عادي، مش فارقه. انا عندي انثى عينها بيضه زي جوكر، وعندي انثى تانيه عينها برتقان، وده ما يزعلش، ده ما يزعلش في الدجاج الشامو. طبعا احنا محجزين عليهم، ما بنضربش، مناقره الديوك ممنوعه وحرام يا غاويين المملكه. طبعا احنا عازلينهم كل حاجه لوحدها، تمام اهو، ما شاء الله. الاناث طلعت طبعا، انا برضو خلي جوكر يطلع كده نتفرج عليه حبة. يعني الناس طلعت هتدبق بقى، هي طلع الوقت ايه تدبق. ده اسمه ايه؟ اسمه بيدبق، اللهم صل على النبي. انا عايز يروح، ما شاء الله. ده الشغل يا غاويين المملكة، ده الباكستان اهو، الشامو وجماله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع. مواصفات الشامو بيكون ارتفاع 70 سنتي او 90 سنتي، وفي حاجات بس صعب، يعني هو اخره 90 سنتي. يعني كان اقوى ديك كان متر تقريبا، او كان 105، بس المعروف والمناسب اللي انت هتلاقيه وهتتلقى فيه على طول، يعني عشان ما تنحش في نفسك، هتلاقيه 65 سنتي، 70 سنتي، 80 سنتي، من 65 ل 80 ل 85، وفي 90 سنتي اللي قبلك. المهم العينين ما هي الشرط، اهم حاجه الرجلين شوم. الفرخ جته يعني جثه، جتته قويه، الفرخ جتته قويه يعني فرخ متع،
زي ما بيقولوا. تاني شيء، الديل يكون مرمي على الارض، ما يكونش ديله شالح، يعني ما يكونش ديك ديله طالع للسما كده، تمام. بعد كده العينين اي لون معاك عادي. انا شلت التيك ده اهو، اودي مكانه دلوقتي. معاك في العينين اي لون، الديل يكون على الارض، اللون ما عندكش اهميه منه. اللون ما عندكش اهميه من اللون، اهم شيء المستوى. ما يكونش الشامو ما بيكونش بلوزه، الشامو ما بيكونش ليه دليتين يعني ليه ورق، اكيد الناس اللي غاويه وفاهمه عارفه انا بتكلم في ايه. ملوش ورق الشامو، ما يجيش قصبه الرجل حمراء او سودا في الضيوف، غير حاليا بدات تظهر، تمام. ولكن لا، حتى في الشامو الياباني برضك ما بنفضلش، بس عادي لو جت الرجل غامقه ما يهمكش، بس ما تجيش لونها احمر، الرجل بتيجي صفرة، تمام. يا غاويين المملكة، وربنا يبارك للجميع يا رب، وأرقى مسا عليكم، وإن شاء الله انتظرونا في شغل الفترة الجاية قوي جدا، وربنا يبارك للجميع يا رب. السلام عليكم.